السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالشباب. طبعا مقطعنا اليوم راح نتكلم عن التحديات للسيزون، ولو ان مقطعنا جاء على وقت متأخر لكن راح نشرح اللي نقدر عليه. هذا نروح لليفل، ندخل على التشالنج. طبعا التحديات فقط للاركيد والريلستيك، اما السيميليتر سواء دبابات او طيران او هليكوبتر فما راح يشتغل معك، ما راح يتفعل. طبعا وتقريبا جميع التحديات من الرنك الثالث وما فوق. أول تحدي عندنا يقول destroyed or help allied player to destroy 250 player في سريع مساعد أو دمر حلفاء دبابات العدو 250. طبعا هذا التحدي سهل. طبعا التحدي يبتدي من 27 أبريل ينتهي 18 مايو، كل تحدي لفترة معينة وبعدها تكفل. حاول تخلصونا بدري يعني. فأول تحدي هو سهل زي ما قلنا، طبعا زي ما قلنا بالريف الثالث وما فوق في جميع المودات، يعني سواء أركيد أو سواء ريلستيك طيران أو دبوات أو سفن. طبعا عندنا التحدي الثاني اللي يقول كراشينج ستيب، اللي هو يقول فوز 30 مرة، وغير هذا أقل شيء أقل شيء إنك تدمر دبابة أو طيارة، ما تطلع من الجيم ولا انت مدمر دبابة او طيارة يعني تفوز، واهم شيء انك تطلع من الجيم مدمر اقل شيء دبابة واحدة بس. تفوز ما دمر دبابة او كل اسيست ما راح يحسب لك. طبعا نبتدي من 4 مايو ينتهي 25 مايو. طبعا هذا سهل ايضا زي ما قلنا، يقول بلير تفيد يور باتل نوت ليست، يقول اهم شيء ما يكون اقل من الواحد يعني، ما تطلع من الجيم خالي يدين. طبعا مرق الثالث هو ما فوق في جميع المودات، يعني زي ما قلنا دبابات او طيارات او سفر. طبعا Elemental Conquer، طبعا هنا التحدي يقول نفس نظام السكور. طبعا هنا التحديات ادخل على هنا، هو الهيد يقول ريفرس او تن ميشن بوينت ايتش اوف ذا فولن جيم مود اير باتل اور جراند باتل اور نظام. طبعا التحدي ده يبتدي من 11 مايو ينتهي 1 جون. طبعا متاح في جميع المدات، ايضا الاحتفال مفروض يعني يكون ايضا ضد لعيبة ما هو ضد مدات يعني. طبعا الالمنت اللي هو يقول اجمع سكور اللي هو الدبابات، يعني زي كل جيم تاخذ اقل 2000 3000 تتجمع لك، يعني تصل ل 10000 في السكور، بعدها خلاص تخلص الدبابات. هنا يقول الواتر اليمنت اللي هو خاصه بالسفن سواء ريلستيك او اركيد، يعني تجمع يعني كل جيم 1000 2000 3000، يعني زي ما تقول هو نفس النظام السكور تجمع اللي ما تصل 10000، بعدها خلاص تخلص الواتر. كذلك الطيران يعني سهل وما يبغى شيء. طبعا عندنا هنا فيوري اوف ذا بيت اوف ذا بيست، طبعا يفتح التحديات من 18 مايو ينتهي في 8 جون. طبعا دسترو 3 بلاير غيزل without losing your own while using heavy tank 10 times A3. طبعا التحدي هذا يقول دمر 3 لعيبة بدون ما تخسر دبابتك اللي هي هذي. المود هذا متاح بس فقط للدبابات ركيد او ريلستيك. يقول لك ان دمر 3 اعداء باستخدام دبابة هذي، يعني بدون ما تموت. بعد ما تذبح 3 عادي لو تموت يعني ترس من الدباب حقيقي يعني. فانصحك انك تاخذون الماوس منه ما شاء الله، يعني مناسب للتحدي هذا. طبعا عندنا هنا اللي هو يقول امبورتن هورسل اللي هو دسترو 5 بلايرز فيزل اوف ايتش ميلتيري فرينج 5 يوزنج فايتر. طبعا التحدي هذا تقريبا للطيران، يقول في يقول رينك 3 وما فوق فايتر.
طبعا يبتدي من 25 مايو ينتهي 15 جون. هنا النظام يقول دمر أو نعم دمر دبابات، 5 دبابات. أيضا هنا يقول دمر 5 سفن، وأيضا هنا دمر 5 دبابات. التحدي هذا أيضا سهل، لكن تحتاج إنك بالطيارة تخلص طبعا. والصراحة أنا ما أدري يعني، هو مكتوب هنا بس يقول لعب فايتر بس، ما كتب هنا دبابات، فقط يقول طيران يعني. فتلعب ريلستيك دبابات، تنزل طيارة تدمر دبابات أو تشتبك مع طيران عدو، أو حتى تدخل البحرية وتنزل طيران وتفجر لك سفن. هذا يعني طبعا عندنا فيك سكنت اللي هو يفتح من جون، هو من 1 جون ينتهي 22 جون. طبعا الموت التحدي هذا يقول بس فقط للدبابات، سواء أركيد أو سواء ريليستيك. زي ما قلنا باتل أجينست أذر بلايرز. طبعا تقريبا أغلب التحديات تكون ضد لعيبة يعني، ما هو ضد بوتات. فأي شخص يعني يدخل فيلا بوت أو حاجة زي كده وبعدين يقول ليش ما حسب، ف قبل ما تسوي شيء إنك تراجع التحدي تتأكد يعني. طبعا هذا التحدي يقول جيب الـ أوبتن باتل ريورد أو أورد أدمنت. الأدمنت هذا اللي هو يكون سهل إذا أخذت دبابة هذي يعني. إذا جاك زي الـ 18 وانت في التايجر وما قدر اخترقك بضربة ضربتين، فراح يعطيك ريورد اللي هو أدمنت، اللي هو صورة الشخص الواقف، صورة الشخص المدرع يعني. يضرب مرة مرتين ثلاث يطلع لك، يعطونك الريورد هذا اللي هو ادمنت. وهذا الريورد سهل، خاصة انصحك انك تاخذ دبابة الشرشر او الماوس او التايجر او الياك تايجر، يعني دبابة هافية يعني مرة ثقيلة يعني، او الكيفي. هذا اللي راح تكيه ادمنت يعني. طبعا زي ما قلت التحدي هذا بس للدبابات فقط، سواء ريلستيك او ركيد يعني. سيز ماترز اللي هو يقول يفتح من 8 جون ينتهي 29 جون. طبعا ديل دامج تو اذر فيزنز وال يوزنج كوست اوف فيزنز جان اوف ذا لاست 75 ملي كاليبر. يعني يقول استخدم الكوست اوف فيز اللي هو السفن، ما هو طبعا هو اركيد وريلستيك النقال، لكن بشرح لكم. طبعا يقول اهم شيء ما يكون اقل من 75 ملي الريد 3 وفوق. يقول الويبن تايب اوف ارمن يقول هو 75، تأكد معي اقل من 75 ما راح يحسب لك السكور، يقول جيب 20,000 سكور. طبعا اللي هي السفن هذه الكوستال فيل. طبعا تكون مدافع زي كده يعني 100 ملي يعني وما فوق. أهم شيء ما تكون أقل من 75 يعني 76، هذا ماشي راح تسيب لك السكور. زي ما قلنا الكوست فليت يعني البلو ووتر اللي هو السفن الهيفي ما راح تسيب لك السكور، تأكد معي. ألعب الكوست فليت. طبعا التحدي هذا زي ما قلنا ضد لعيبة يعني في السفن، فراح يكون عندك بوتات في السفن، تحسب حساب انك يعني تواجه بوتات ولعيبة. طبعا من رد 3 هو ما فوق كوستل فيزي البروفيشر او بروتش الذي. طبعا استرد 50 لاعب فيزل يسمى جيرمي تانك تستوير، يدمر 50 لاعب باستخدام دبابة دستروير ألماني يعني سهل، زي الفريد نايت أو اليك تايجر أو الناشرون أو الديجر ماكس أو ستروت، يعني زي الدبابات هذي دستروير. طبعا من رينك 3 وهم فوق سواء أركيد دبابات أو ريلستيك، من 15 جون إلى 6 جولاي. طبعا ضد لعيبة ترمبل أوف ذا إيرث
طبعا ضرب التوتال 20 كيلوغرام اوف ذا بوم ان انمي بيس. طبعا يقول هنا ارم زي نظام السكواح وفجر بيسات اللعيبه باستخدام تي ان تي دون 20 مرة. طبعا هذا فقط تحدي للطيران سواء ريلستيك او اركيد ضد يعني تكون ضد لعيبه، يعني لو تفتح السم وتبي تشتغل على التحدي ما راح يتفاعل معك. طبعا من رينج 3 وما فوق اللي هو الطيران زي البي 47 والبي 8 او زي القنابل هذه، فكل ما فجرت البيسا فراح يمشي معك السكور. طبعا الفيرس جاينت اللي هو راح يفتح معك 29 جون، يمكن 20 جولاي. طبعا كابتن باتل أرويد ترفشر، ترفشر اللي هو انك تدمر 4 و5 أعداء من دون ما تموت، سواء من ريلستيك دبابات او اركيد او طبعا في جميع المدات اركيد او ريلستيك سواء دبابات او سفن او طيران ضد لعيبة اللي هو من رينج 3 وما فوق. زي ما قلنا البرفشل اللي تجيب 4 كلات فراح يديك اللي هو البرفشل الريورد سهل، يعني هذا ما راح يبدا معك الا 29 جون انت 20 جولاي، كل تحدي له اسبوعين تقريبا. وينر سيلكشن اللي هو ريفرس جيرنت ميشن بوينت ان باتل وير فيزل فروم ذا كرنت باتل سيزون. طبعا هذا يقول استخدم جوائز السيزون اللي هي زي الايفنت او زي الطيار او زي السفينه، يعني حد يفتح 6 جولاي يمكن 27 جولاي زي ما قلنا. هذا نظام سكور، بس التحدي هذا مخصص للجوائز السيزون، يعني الناس اللي اشهر السيزون الجائزة اللي هي فري اللي هي الطيارة دي 51 فرنسية تقريبا ليفل 50 او حاجة كده، احنا بنرجع لها بعدين. طبعا هنا يقول thousand name of the chain shop. طبعا هنا يقول لعب في جميع الدول، وغير هذا ما تكون الاكتيفيتي اقل من 70 من رينج 3 وما فوق، سواء ريلستيك او اركيد سفن دبابات او طيران. طبعا هي نعم ما هو يقول جميع الدول يعني جميع الدول راح تلعب، لا يعني العب تقريبا 8 دول. الجيم كم عن دولة؟ 10 دول. طيب اللي كل اللي عليك انك تاخذ 8 دول، تلعب 8 دول. نعم العب 8 دول اللي هو USA جرماني USSR والبريتن والبريطاني واليابان والايطالي والفرنش او تشاينا. طيب العب الدول هذه، واهم شيء الاكتيفيتي ما يكون اقل من 70 والفرنك 3 وما فوق ضد لعيبة سواء طيران او دبابات او سفن. طبعا الايفنت ان سير تشترويد 15 لاعب فيزن ويت توربيد يوسنج بلوم واتر شيب. طبعا هذا التحدي خاص يعني بالسفن سواء اركيد او ريلستيك، يعني تدمر لعيبة باستخدام التوربيد 15 مرة بالرينج 3 وما فوق. التحدي هذا ما راح يتناك الا اذا وصلت لليفل 40 من السنة. طبعا هانتر هانتنج اللي هو زي ما قلنا ما راح يتناك الا اذا وصلت ليفل 60. طبعا برضو هذا بعد ليفل 21. طبعا التحدي تقريبا اغلبها سهلة. طبعا هانتر هانتنج اللي هو ديستروي ذا بلاير هافي تانك اند تانك ديستروي 10 يونت ايتش وايز سنجل لايتر، يقول دمر دبابات عدو باستخدام دبابة خفيفة او دبابة لايت. طبعا هنا المطلوب منك يعني هنا دبابات هيفي كم دمرت راح يكتبون هنا، هنا دبابات دستروير المدمرات كم دمرت راح يكتب هنا. طبعا هذا خاص بالدبابات سواء ريلستيك او اركيد. مكتوب منك اللي هو من رينج 3 وما فوق اند لايت تانك باستخدام دبابة خفيفة. طبعا التارجت فيزل اللي هو ضدك اللي هو هيفي تانك او تانك ستوير.
طبعا ضد العيب من مرة يعني مش. طبعا أما هذه الريورد إذا خلصت التحديات فراح يعطيك تقريبا 15 نقطة أو 10 نقاط. طبعا كل التحديات إذا خلصتها فراح يعطيك هذا الريورد، كل تحدي له 3 نقاط تقريبا. طبعا السيزن اللي هو جايز الإليفنت، طبعا الإليفنت ما تفرق عن الفرد نايت، طلعهم من الماشين جانر يعني ما أدري ليش يقرون على الماشين جانر، أيضا كبولة يعني فرق ما في الصراحة، لا من ناحية إنجن ولا من ناحية الطلقات ولا من ناحية الدروع يعني. تقريبا حتى الفريد نايت أفضل منها بكثير يعني، لأن الفريد نايت الصراحة من أمام صفحة يعني مرة يعني، حتى كبولة ما فيه يعني الطيف ما فيه، نقطة الطيف إذا بس شلك الواحدة من السلاح. ما بالنسبة للإليفن اللي هي شبيهة البريد نايت، مثلا نقطة الضعف اللي هو مكان الماشين جانر يعني بإمكان التي 34 اختراقها من هنا، مع إن هذا المكان مسطح مرة يعني، عندك هنا 80 عندك هنا 100 عندك هنا 100 ما بيساعدك. طبعا أيضا الكبولة، الكبولة ممكن أحيانا أي ضربة راح تكون لها تركش الطلقات أو ممكن تخترق على حسب قدرة اختراق الطلقة. طبعا الإليفنت هي تعتبر نموذج أو النسخة الثانية من الفريد نايت. طبعا ليش هي النسخة الثانية؟ لأن الفريد نايت كان فيها مشكلة، المشكلة أنها كانت تموت بسبب الإنفنتري، بسبب الجنود، لأن ما فيها سلاح لا مشين جنر ولا فيها أي شيء يعني أنها تدافع عن نفسها والكرو يدافع عن نفسها يعني. الدبابة مرة قوية تدريعها، لكن المشكلة هو ضد الانفنتري، كيف تقاوم ضد الانفنتري؟ سبب تدمير الدبابة في الكروكس أو في الحروب الألمانية والروسية هي عدم وجود المشيكان، أو زي ما تقول طاقم ما عنده أي يعني شيء دافع عن نفسه، فراحوا طرعوا أو جابوا نسخة جديدة اللي هي الإليفنت عشان، وغير هذا حسن يعني جابوا لك هنا فتحة ماشين جانر ضد المشاة يعني، يعني عدلوا في الخطأ زي ما تقولون. غير هذا اللي عطوا كم من كبولة اللي يكشف يعني المكان اللي حوله يعني عشان يحددوا ما هم إذا هم يعني مستهدفين أو حاجة زي كده يعني. طبعا الجائزة اللي هو زي ما قلنا اللي هي الطيارة الفرنسية B-51 يعني، يعني الصراحة أنا أشوفها أنها ما تستاهل، لكن حلو الناس اللي بيلعب طيران ريالستيك أو أركيد أو سيميليتر يعني. الصراحة توقعت أن بيكون فيها حمولة، جميع B-51 تكون معها حمولة بالعادة، حتى لو كانت تكون حتى لو ان ما حمولة واحدة بس، لكن مستغرب من هذه ما عندها حمولة. طبعا السيزن هذا قريبة يعني ما في الا 3 جوائز يعني، بالعادة ينزلون تقريبا دبابتين، واحدة بالرينك اول وثاني الرينك اخير يعني، زي ما تكون زي السيزن اللي راح. طبعا الاليفنت ممتازة للناس اللي بيفتح الالماني، ونرجع ننوه للناس انك لازم من الرنك 3 ما فوق يعني، انت تحت الرنك تحت الرنك الثالث ما راح يحسب لك يعني، تلعب بانزر تلعب الستوج تلعب يعني من الرنك 3 وما تحت ما راح يحسب لك التحديات، اغلب التحديات ما راح لان مطلوب من 3 وما فوق. طبعا الدسترويد هو هذا، طبعا اللي يجيك اشكال مدافع كده هذه الدستور، الهبي اللي يكون مرة يعني هبي دبابة وهيكل وبرج، الميديم تكون بس هيكل دباب هذه الميديم، أما المضادات اللي يكون لها بالشكل هذا. طبعا زي ما قلنا الأدمن تريور أنا أنصحكم اللي معها تشيرشل الألمانية ترى مرة ممتازة، أو البريطانية لأن يعني دباب مرة صفحة مرة قوية، أو الكيدي
أصل شو اسمها اللي هي جي اس 5 مرة بعد قوية. وياك واتمنى ما قصرت في الفيديو أو الشرح. نشوفك في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.